بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار استكمال التغطية لوكالة جي ميديا للمجزرة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس صبيحة اليوم، أضخم عملية عسكرية تقريبا بتتعرض إليها نابلس من أشهر. العملية استمرت حوالي 5 ساعات، أسفرت عن 10 شهداء و102 من الإصابات، منهم 47 إصابة بالرصاص، في منها 6 إصابات بالغة الخطورة. انسحب الاحتلال وكان الحكي عن 5 شهداء، خلال ساعتين ارتفع العدد إلى 10، ضعف العدد بسبب الإصابات الخطيرة للشبان كبار السن صغار خلال العملية العسكرية الإسرائيلية. بعض الإصابات أصيبت خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي، أطلق الرصاص وأصاب عدد من المواطنين إصابات بالغة الخطورة. هذا المشهد لمنطقة دوار الشهداء كما نشاهد الآن. بدأت الجموع تتزايد من المواطنين لاستقبال الجنازة اللي متوقع أن تنطلق خلال وقت قصير، والأعداد من المتوقع أن تكون بعشرات الآلاف نظرا لضخامة الحدث والمجزرة الإسرائيلية غير المسبوقة اللي تم ارتكابها في نابلس. خلال هذا البث المباشر بدي أكد على أسماء الشهداء 10 اللي ارتقوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية. أكبرهم سنا هو الشهيد المسن عدنان 7 بعارة، عمره 72 عام، كان في طريقه للمخبز لشراء الخبز عندما باغته جيش الاحتلال وأطلق عليه رصاصة أصابه في مقتل. الشهيد محمد خالد العنبوسي 25 عام، وأصيب برصاصة في رقبته، نزف كميات كبيرة من الدماء وبقي ينزف لأكثر من ساعة، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه. الشهيد الثالث هو تامر نمر الميناوي، تامر في 33 من عمره، وهو سائق ديليفري. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يطلق الرصاص على كل ما يتحرك، ومجرد أنه كان متواجد في المنطقة أطلق عليه الرصاص وقتله. الشهيد الرابع هو المقاوم مصعب منير محمد عويس 26 عام. مصعب كان أحد المقاومين وكان مشتبك خلال استشهاده، أصيب إصابة خطيرة جدا، وكتيبة بلاطة أعلنت عن تبني أحد شهداء اليوم. الشهيد الخامس هو قائد كتيبة العرين الشهيد حسام بسام إسليم. حسام 24 عام، وهو الهدف الرئيسي من هذه العملية العسكرية بصفته أحد المخططين والمنفذين لعملية إطلاق النار على أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وقتله قبل عدة أشهر شمال نابلس مستوطنة شافي شمرون، وبناء عليها كان الحصار الخانق اللي فرض على نابلس وأدى إلى حصار المدينة عدة أسابيع. ومع أيضا الشهيد محمد عبد الفتاح عبد الغني. محمد عبد الفتاح عبد الغني هو المعروف باسم الجنيدي، هو أيضا أحد قادة عرين الأسود، سبق وأصيب إصابة خطيرة جدا في إحدى المواجهات وأدت إلى تفتت في الجمجمة قبل عدة أشهر، وما زال مصاب حتى الآن لكنه اشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي. الشهيد وليد رياض الدخيل، وليد أيضا أحد المقاومين من عرين الأسود، وهو قريب الشهيد محمد الدخيل اللي اغتيل العام الماضي مع الشهيد الشيشاني والشهيد أشرف المبصلط. الشهيد أيضا المسن عبد الهادي الأشقر 61 عام. الأشقر هو من سكان مخيم عسكر، كان متواجد في الشارع عندما أصيب إصابة خطيرة جدا واستشهد خلالها. الطفل محمد فريد شعبان محمد 16 عام، والشهيد جاسر القنعير 23 عام، أحد المصابين اللي إصابتهم كانت بالغة الخطورة وأعلن عن استشهاده. إذن 10 مصابين. هذا البيان الأول. البيان الثاني بتعلق بأوضاع الجرحى حسب بيان وزارة الصحة. نعم، انطلقت الجنازة الآن، انطلقت الجنازة الآن. نعم، الزملاء الصحفيين أكدوا انطلاق الجنازة الآن اللي تضم الشهداء جميعا من مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء. إذن الجنازة انطلقت الآن.
هناك بيان لعرين الأسود إن مجموعات عرين الأسود وهي تودع اليوم كوكبة جديدة لا تؤكد على المضي قدما في طريق الجهاد، ويجب أن يعلم الجميع بأن بيانات الشجب والاستنكار لن تدفع البلاء عنكم، وأن استعطاف المجتمع الدولي ما هو إلا سراب وخراب ومضيعة للوقت وهدر للكرامة. سنرد صاع صاعين لدولة الاحتلال، فيا أسود الله تحركوا، يا ذئابنا المنفردة حان الوقت لنعيش بكرامة أو نلتحق بركب الشهداء. إياكم والهزيمة، موتوا موتوا على أن تعيشوا عيشة الذل التي رضي بها ثلة الأوغاد. بحجم الألم الذي أصاب نابلس سيتجرع الاحتلال ضعف الألم، وسيعلمون بأن مقاتلين ومقاتلين المجموعات الشريفة في نابلس لن ترجع خطوة للوراء. باب الانتساب للجهاد مفتوح مع مجموعات عرين الأسود، والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم والنية الصادقة مع الله قسما بمن أحل القسم. سنرد الدم بالدم في بيوتكم وأسواقكم وحافلاتكم ومسكراتكم ومستوطناتكم، ومن كل مكان سنخرج لكم. هذا هو بيان عرين الأسود. إذن نحن نتحدث عن بيان لمجموعات عرين الأسود، بالنسبة لوضع الإصابات، الإصابات بالغة الخطورة حسب أحدث بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. هناك 100 إصابتين، 6 إصابات خطيرة على الأقل، 47 إصابة بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة في مستشفى رافيديا، 20 إصابة بينها إصابة حرجة في الظهر والبطن في مستشفى نابلس التخصصي، 15 إصابة بالرصاص الحي في مستشفى النجاح، 3 حرجة، 9 إصابات بالرصاص الحي في مستشفى الاتحاد، و11 إصابة بالرصاص الحي في المستشفى العربي التخصصي. إذن إحنا بنحكي عن معظم الإصابات كانت بالرصاص الحي، هذا بأكد إنه العملية العسكرية الإسرائيلية كانت من أوسع العمليات اللي مرت على نابلس من أشهر طويلة جدا، وإحنا أمام مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذن كانت هذه التغطية، سنعود لكم فور وصول جنازة الشهداء التي تحركت قبل قليل من مستشفى النجاح، من مستشفى عفوا رافيديا الحكومي باتجاه دوار الشهداء.